طبعا انا واحد من الناس متفائل كونه هسه لهلق ما لمسنا النتائج اللي خرجت من القمه. في اقاويل او معلومات بتقول انه هن النتائج لازم تظهر اليوم. هلا برايي هاي القمه مثل كثير قمم سبقوها من قبل، كانت كلها مؤامرات كانها بتحق ضد الشعب السوري على حساب مصالح هاي الدول. كنت احد المتفائلين في هاي القمه الثلاثيه بين روسيا وتركيا وايران، ولكن اللي شفناه امبارحه كان عكس هذا التفاؤل. شفنا تصريحات رايحه للقديم شوي، شفنا تصريحات متكرره. امبارح المؤتمر اللي صار بتركيا القمه يعني ما اخذنا منه اي نتيجه، يعني على اساس انه هدنه طويله الامد اول شغله. امبارح حليف الجنوبي ما هدى على القصف. ثاني شغله بدهم يعملوا لجنه دستوريه وبدهم انه خاص حل سياسي. طب انا على ارض الواقع ما شفت شيء. نحن اللي بيهمنا في امرهم انه يجتمع كل الرؤساء، بيهمنا النازح والمهجر والمعتقل. لا بيبين شيء على المعتقل ولا على النازح اللي تحت الزيتون، يرجعوا رب العالمين على بلده وبيته.